الأعضاء الإداري أيضا النهاردة أجل نظر دعوى إلغاء قرار الكنيسة باحتجاز وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة، والمحكمة أجلت الجلسة ليوم 18 يناير المقبل. أجواء ساخنة شهدتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أثناء نظر المحكمة الدعوى التي أقامتها رابطة المحامين الإسلاميين مطالبين بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من الكنيسة باحتجاز كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين، معتمدين في دعواهم على عدم مشروعية القرار وجهة إصداره وجهة تنفيذه، مهددين بتصعيد القضية وتدويلها أمام الأمم المتحدة. لا سلطان للمواطن المصري مسلم أو مسيحي إلا سلطان القانون، ولا سيادة إلا سيادة القانون. المسألة أنا مش عايزها توضع في إطار إن إحنا بنتكلم عن واحدة مسيحية مسلمة مسيحية أسلمت أو مسيحية على ديانتها احتجزت في الكنيسة، والله المسألة واحدة، ولو أن هذه المرأة احتجزت في الكنيسة بدون شبهة إسلام فنحن قلبا وقالبا ضد هذا الكلام، دي مسائل محسومة في العالم كله. رابطة المحامين الإسلاميين أكدوا أن هدفهم هو حماية حقوق الإنسان المصري أيا كانت ديانته، مطالبين باختصام البابا شنودة الثالث ووزير الداخلية والنائب العام في الدعوة قبل أن يصدر قرار المحكمة بتأجيل النظر في الدعوة إلى 18 من يناير 2011، ليقدم أطراف الدعوة ما يفيد لجوءهم إلى وزارة الداخلية للإعلان عن واقعة احتجازهم وتقديم القرار الإداري السلبي حتى تستقيم الدعوة. أن يكون الدستور بما حواه من مبادئ حرية العقيدة وحرية الإنسان وحقوق الإنسان أن يطبق ويعلو على الجميع مسلمين وغير مسلمين. نريد أن يكون هذا الوطن به سلطة قضائية عادلة، به سيادة للقانون، به سلطة ترضى الناس عن أن يسلكوا بجلب حقوقهم بأيديهم أو يحدثوا فتنة في هذا الوطن. كانت رابطة المحامين الإسلاميين قد اتهمت الكنيسة المصرية بالوقوف وراء اختفاء كل من وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة بعدما أثير حول إشهارهما للإسلام، وهو ما نفته مصادر كنسية. اختفاء كاميليا ووفاء وغيرهما إلى اليوم يثير الكثير من التساؤلات حول المواطنة، رغم تأكيد أطراف الادعاء أن القضية لا تتعدى كونها سعيا إلى توحيد سلطة القانون على المواطنين. يوسف عبدين، الحياة اليوم.